السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير. من أدعي النبوية العظيمة وهي سنة مهجورة أن الإنسان يسن له أنه إذا قام من الاستيقاظ أو ما يستيقظ من النوم، في سنة فعلية وفي سنة قولية. الفعلية كان يمسح النوم عن وجهه، يمسح النوم عن وجهه ويقول الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذنني بذكره. دعاء عظيم، احمد الله تعالى ان الله تعالى عافاك في جسدك، فيك شيء؟ لا ما في شيء، الحمد لله ما في شيء. ورد عليك روحك، نعم انت حي ترزق الان، واذنني بذكره. لان الانسان اذا نام، كل البشر اذا نام ارواح تصعد الى السماء، ان شاء امسكها وان شاء ارسلها. وجاء في الحديث قال عليه الصلاه والسلام النوم اخو الموت. احمد الله تعالى ان الله رد عليك روحك وعافاك في جسدك، والان عليك بالذكر حتى تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أحد الأخوة المتابعين سأل سؤال غريب، يقول طيب وأنا مريض هل أقول هم الدعاء هذا؟ إيه نعم تقوله، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، أنت عندك من النعم الله تعالى به عليك. نعمة من الله تعالى أنك جعلك تبصر، نعمة من الله تعالى جعلك تسمع وجعلك تتكلم تتذوق، والله حتى أنك تقضي حاجتك نعمة أنك تحس في قضاء الحاجة. نعمة من الله تعالى جعلنا في أمن وأمان، جسدك هذا له زكاة، زكاة لك أنك توظف أعضائك لخدمة دين الله تعالى. وإذ تأذن ربكم لأن شكرتم لأزيدنكم. ومن أكثر الصباح والمساء اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. فقضيت أنا مريض ما أقول الدعاء، تقول الدعاء هذا من باب السنة.